يبقى اول حاجه عندنا ابعد عن المشتتات، اختار له قدوه، حاجه اسمها انظم الوقت. انظم الوقت يعني ايه؟ يعني انا بصحى من الساعه الفلانيه، بكتب انا من الساعه كذا للساعه كذا قدامي فطار، قدامي ان انا اروق سريري. بنسمع الكلام ده ولا ما بنعملوش؟ بنصحى من النوم نتوضى ونروق سريرنا ونصلي ركعتين الضحى والكلام ده ولا شيك يا دكتوره كده؟ عايزين ايه؟ ما ينفعش اقول بنت فين اوضه كده؟ مش اوضه بنت خالص، معنى ان دي اوضه بنت ولا البيت ده فيه بنت، يعني الحبشتكنات والروايح والتكات والنظام ده موجود، نظام الهرجله ده ما نعرفوش. امتى اعرف ان البيت ده فيه بنت؟ من الدخله، من الريحه. ما ينفعش يكون في اوضه واوضه بنت ولا سريرها وبتاع الشيبسي ورا ال ومش عارفه ايه مزيوم ما بين الحيطه وبعدين في شراب بقاله 3 سنين معرفش ايه. ما ينفعش. او داخلين اوضه بنتكعبل في الحاجه الفلانيه وبنعمل، ما ينفعش. ما ينفعش اقول ان انا بنت وصاحيه وشعري منحتش عامل عباد الشمس كده ولا بعمل عامل دايره كده عليا. اتوضى واسرح شعري وريحتي حلوه وهدومي نظيفه واخلص اوضتي واروح لامي واقول ده هياخد من 2 لـ3 ساعات. ما ينفعش ما اروحش ما ساعدش امي. هنعمل ايه النهارده؟ انا الاسبوع ده او الشهر ده معايا مواعين وجزء من السفره. النقطه دي معايا، الاوضه دي والاوضه دي، اعمل ايه؟ عاوزين ايه؟ الدولاب ما شاء الله عليه بياخد ذهب وهكذا. يبقى انا بنظم اليوم بعدد الاوقات. طب ليا لنفسي انا عندي مع الاستاذه كذا، عندي القيمه الفلانيه، عندي المشروع اللي احنا قلنا هنعمله كذا في الساعه الفلانيه، يبقى وقتي متقسم. هقعد على النت انا مش هبعد وهعرف الكلام ده، بس اختار الحاجات اللي بصوا يا جماعه المرء على ما يراه. لكن عاملين هيافات وحركه دي وبص مش عارف كلها، كل الكلام ده فاضي. يعني مره كانت الغزاله ومره كانت الحركه، تحس الدنيا كله الدنيا ايه يا جماعه اللي منتشر ده؟ انا مش مع الهوجه، انا اللي اعمل الهوجه، انا مش تابعه، انا القايده. ليه؟ لانك مسلمه ولازم تبقي فاهمه كده، والمشرفات والامهات والدنيا كلها تعلي قيمتك، انت مسلمه. مسلمة دي يعني ربنا أعز، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. إيه؟ إن كنتم مؤمنين. تحقيق الإيمان زي ما قالت كده فرعون فالروح الجميل قريب من ربنا. تحقيق الإيمان الله أكبر أذن أي مصلي. محدش يمنعني أبقى في علاقتك وأشوف ديت دي صالحة ولا دي اللهم بارك ديت معروفة لأهل السماء بالصلاة على وقتها. يبقى انا منظمه يومي، علاقتي بربنا جيده، صلاتي جيده، مع امي جيده، مش ايه؟ نبقى بس بقى سابونا بقى الله يا مش عارف والكلام اللي لا صوتي يعلى ولا يبقى لي سمت حتى يؤخذ عليا. ليه يا بنات؟ عشان انت ايه؟ فتاه مسلمه. عشان انت ايه؟ انا عايزاكم وانتوا بتقولوا ده تكونوا في عزه كده وبتقوليه بكل قلبك وانت فرحانه ومبسوطه، فاهمين ولا لا؟ انت فتاه مسلمه تميزت بالحجاب.